مسلم في البيت إيمانه إيمانه، مسلم في بيت إيمانه، يشهد لتاريخ الدين ما قصر بيوم، مسلم في بيت إيمانه. بارك الله فيك. مسلم إيمان، مسلم في بيت إيمان، يشهد لتاريخ الدين، يشهد لتاريخ الدين ما قصر بيوم، إن مسلم في بيت من بناء الأرض وسماها، من بناء الأرض وسماها الباري بأحكام اقتداره، وجعل دين الآدي عقبه بأبو السجاد انتصاره، ومسلم بأفق الشهادة قمر تتشعشع أنواره، ورب البرية مكنه لحشيا بمر السلطنة، ومسلم سفير معينة وحمل مرسوم السفارة، وحمل مرسوم السفارة برهانة، مسلم ظهر برهانة نور ويشيع بالكونية ما قصر بيوم، مسلم ثيبت في حضرك مسلم إيمانا، مسلم ثيبت إيمانا، إيمانا مسلم ثيبت، يشهد لتاريخ الدين، يشهد لتاريخ إن ما قصرت، مسلم ثيبه. إلى الشاعر الأديب الحاج كاظم منذور كربلاي. من بنا الأرض وسماها، من بنا الأرض وسماها الباري بأحكام اقتداره، وجعل دين الهادي عقبه بابو السجاد انتصاره، ومسلم بأفق الشهادة قمر تتشعشع أنواره، ورب البرية مكنه لحشيا بمر السلطنة، ومسلم سفير معينه وحمل مرسوم السفارة، وحمل مرسوم السفارة برهانه، مسلم ظهر برهان نور ويشيع بالكون ما قصر بيوم، مسلم ثيبت إيمانا، يحضرك مسلم إيمانا، مسلم إيمانا، مسلم يشهد لتاريخ الدين، يشهد لتاريخ ما قصر بيوم، مسلم ثيبت شل قمر من عالم البار، شل قمر من عالم الدار، مسلم شعب الكرامة ومضى بقائمة الشهادة، وللوفا حامل وسامة وبيض التاريخ جهده من المبدأ للقيامة، ما قصر سيفه وساعده وبمنهج حسين اقتدى، وبشمعة الدين اهتدى وشرف الباري مقامه، وشرف الباري مقامه، وجدانه مسلم علم، وجدانه وجدانه مسلم علم، وجدانه.
ما ينطوي اليوم الدين ما قصى هلا بيك إن مسلم تيبه إيمانه إيمانه مسلم إيمانه مسلم يشهد له يشهد له تاريخ ما قصر مسلم هاك خذ عنوان مسلم هاك خذ عنوان مسلم اللي بس درع الشهادة قائد بنهضة حسين وشد نياشين القيادة وقصد للكوفة ونزلها وثبت بالله اعتقاده ما فزع قلبه ولا جزع وش صنع بالكوفة اش صنع حتى الملك صوت ارتفاع قدس المسلم جهاده قدس المسلم جهاده قرآنه الله امدحه بقرآنه الله امدحه بقرآنه يشهد لنا الصير تبين ما قصى يا مسلم إيمانه يا مسلم إيمانا مسلم يشهد لا تعرف ما قصر بيوم مسلم مسلم بحمات حيدر حمل وتفرس الكوفة مسلم بحمات حيدر حمل وتفرس الكوفة وشال درنقها بفراسة هاشم ودمر صفوفة ما يعرف الخوف قلبه بس لبو السجاد خوفة شوف الشرف والعاطفة وشوف المحنة والوفة مسلم بمجهود اكتفى وعين توفيقه تشوفه وعين توفيقه تشوفه عنوانه خط القلم عنوانه خط القلم عنوانه والسجل من التكوين ما قصره مسلم يحضرك مسلم إيمانا مسلم إيمانا مسلم يشهد لا تاريخ إن ما قصى مسلم مسلم بحملات حيدر حمل وتفرس الكوفة وشال درمكها براسة هاشم ودمر صفوفة ما يعرف الخوف قلبه بس لبو السجاد خوفة وشوف الشرف والعاطفة وشوف المحنة والوفاء مسلم بمجهود اكتفى وعين توفيقه تشوفه عين وانا خط القلم عين وانا والسجل من التكوين ما قصر يا مسلم
ايماني حضرك مسلم. انا مسلم ايمانا مسلم يشهد لتاريخ الدين ما قصرت المسلم نطلق بالحرب رمحة فجر دموع الضمائر نطلق بالحرب رمحة فجر دموع الضمائر ولو عطش بالكون سيفه يروى من دم الحناجر حيدر ومسلم الثاني وغيرهم ما بطل صاير حيدر محام حيدر محمد شاهده ومسلم حسين يأيده ونية جهدهم واحدة والجهد للدين ناصير سلطان مثل شرف سلطان سلطان مثل شرف سلطان وحاز الشرف بالدارين ما قصه مسلم ايمانه ايمانه مسلم ايمانه مسلم يشهد لتاريخ الدين اجلاتا هلا بيك ان ما قصرت لا تقول انصرع مسلم لا تقول انصرع مسلم من سيوف الجاهلية لا تقول انصرع مسلم من سيوف الجاهلية مسلم بهاي السعادة معاهد الباري ونبية بلغ احكام الرسالة وحفظ لحسين الوصية شوف الهبة وشوف السعاد وشوف المغانم بالجهاد مسلم بمصرف حق رصد شرف بجنان الزهية شرف بجنان الزهية صيوانا ظل مرتفع صيوانا صيوانا ظل مرتفع صيوانا مثل الصخر بالكفية ما قصة المسلم لا إيمان مسلم إيمان مسلم يشهد له يشهد لك إن ما قصر بيوم إن مسلم يجب على كل مسلم يجب على كل مسلم هذا لأن أول شهيد هو مسلم أي حسين ومصابه.